مشاهدينا الكرام نشير الى خبر عاجل وردنا للتو حيث افادت الانباء القادمه من الجزائر بوفاه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه أه كان بوتفليقه بطبيعه الحال قد تنحى قبل أه بضع سنوات بعد أه مظاهرات اعتراضا على ترشحه لولايه خامسه واسفرت الانتخابات التاليه بعد ذلك على انتخاب الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد